سوني امبارح اعلنت عن كاميرا قوية قوي هتعمل نقلة في مجال تصوير الفيديو، فرحبوا كده معايا بالسوني FX30. FX ده اللاين بتاع السينما، والالفا 6000 وحاجة دي الفئة اللي مبتدئين اللي لسه بيبدأوا في مجال التصوير. وفي بقى الـ A7 زي مثلا الـ A7C الـ A7III الأعلى مبيعا في تاريخ سوني، دي الفئة المتوسطة العليا شوية. الكاميرا دي بقى أنا شايفها إنها خليط ما بين التلاتة دي، واخدة من الفئة الأولى والمتوسطة والفئة العالية. الميكس ده بياخد أول حاجة من اللاين بتاع الـ FX أو السينما لاين، بياخد الجسم القوي قوي المتين ده اللي مليان بورتس وسكروز في كل حتة، ده بالظبط نفس البادي بتاع الـ FX3، وواخد من الفئة المتوسطة السعر، يعني دي سعرها كله متوقع كده إنها تكون في رينج الـ A7IV 2500 دولار كده، واخدة بقى من الفئة الأولى خالص الاقتصادية، واخدة منها السنسور. نوع السنسور هنا APS-C مش فول فريم. طيب فالكاميرا دي نازله لمين؟ دي نازله لحد اوريدي فاهم في التصوير، عايز ياخد الموضوع شويه بشكل احترافي شويه ويجرب يشوف في السينما لاين ده عامل ازاي. واحد مثلا كان معاه كاميرا زي الاي 6400 ومعاه لينسات كروب كتير، فلما يعمل الشيفت دوت هيبقى مناسب ليه. وكمان اللي متابع سوني من فتره نزلت 3 لينسات، واحد اتنين والتالت بصور بيه هنا، لينسات كروب. حتى انا استغربت كان هو ايه ده، ده نازلين لايه دول؟ ففهمت بقى لما الكاميرا دي نزلت. هنتكلم عنهم كمان شويه عشان جامدين قوي. او مثلا الكاميرا دي نازله لحد زي عنده A7C او A7III اللي مع الشعب كله كده كده، وعايز يعمل ابجريد بسيط شوية، يعني ما يتكلفش كتير قوي، وياخد امكانيات قوية زي اللي موجودة في الـ FX3 او الـ A7S3، بس طبعا بسنسور APS-C وسعر ارخص بكتير. ايه بقى الامكانيات القوية اللي هياخدها من الفئات العليا؟ اول حاجه عندي 4K 120 فريم 10 بت، وكمان ممكن توصل 240 فريم على فول اتش دي. هتاخد منيو سوني الجديد اللي موجود في الاف اكس 3، هتاخد برضو الفوكس سيستم الجديد والكالر ساينس الجديد، فيها اس سوني تون، عندك دول بيس اي اس او، وعندك الاكتيف ستابلايزيشن اللي هايل، لو وصلتها بريكوردر خارجي ممكن تصور رو لحد 16 بت. طبعا بتاخد البادي الدبابه بتاع الاف اكس 3 مليان سكروز في كل حته حرفيا. طبعا عندك الفليب اوت سكرين وكمان تاتش سكرين، كمان عندك التالي لايتس الروشه قوي الحمراء في كل مكان دي، بالمراوح كمان اللي موجوده في الاف اكس 3 فهتضمن انك تصور 4K 120 عادي او الدور بقى من غير ما تسخن ولا تفصل منك. فيها مكانين للاس دي كارد، والاثنين كمان بياخدوا كروت سي اف اكسبرس. عندك اتش دي ام اي كامل مش ميني بقى ولا المايكرو، مقاوم للميه والتراب. الفتحات اللي موجوده في الجنب دي هتبقى حلوه قوي للناس اللي عايز تصور بقى تيك توك بقى والحاجات الفيرتيكال، خليها الموضوع اسهل واجمل بكتير. والله العظيم ممتازه، كبسوا كبسوا كبسوا. الكاميرا دي ما بقالهاش معايا كتير فما لحقتش اجربها قوي، لسه مش عارف احكم على السنسور الكروب ده اداؤه ايه، وخصوصا بالليل. وكارقام 26 ميجا بكسل اوفر سامبلد 4K، تاخد فايل 6K مضغوط ل 4K، فمتوقع شاربنس كويسه. بالرغم ان الكاميرا فيها دول بيس اي اس او بس الرينج قليل قوي من 800 ل 2500، واصلا الماكس اي اس او بيوصل ل 32000 بس، وده يعني انا عارف ان السنسورات الكروب دي مش قويه قوي في اللو لايت، بس يعني 32000 بس، يعني ده الاي 7 سي اللي معايا دي بتوصل لنص مليون. توقعت اعلى من كده طبعا، ديبس اوف فيلد او عزل هي اضعف شويه، ولكن هم معوضين الصراحه بلنسات جامده وارقامها ممتازه. يعني اللنسات دي اول حاجه اللنس ده على حاجه اللنسات كلها صغيره جدا، يعني مثلا اللنس ده 11 f1.8، يعني الارقام دي صعب تلاقيها. اللنس اللي انا بصور عليه دوت 15 f1.4، واخيرا اللنس ده بقى ال 10 20
F4 ده اسمه بقى PZ لينس، ده باور زوم لينس، ممكن تعمل زوم من هنا هوت، الموضوع سموز قوي، واصلا ممكن تعمل زوم سموز قوي من هنا هوت طبعا في اللينسات المدعومه، بس تعرف تعمل بيه بقى الدولي زوم حلو قوي، خفيف جدا فمناسب قوي للفلوجينج، ولكن كان محتاج يبقى F2.8. يعني F4 دي مش احسن حاجه بالليل، خصوصا ان اداء الكاميرا بالليل الاي اس او اللي بيوصل ل 32000 بس، ده ممكن يبقى ديل بريكر. السعر برده هيفرق جامد. بس هي نقله محترمه وملحوظه جدا من الناس اللي معاها الحاجات الاي 6000 بفرق سعر، خلي بالك مش كبير قوي. عرفوني رايكم للناس اللي مهتمه، انا عارف ان الموضوع ممكن ما يكونش لكل الناس، تغيير شويه عن الموبايلات، حاجه انا مهتم بيها، حاجه في شغلي، وفي فيديو كده عايز اعمله قريب يفهمك برضو ليه انت كمان المفروض تهتم بالتصوير وتكسب منه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ابعته لحد من صاحبك لو ناوي يشتري كاميرا قريب، وبس كده، سلام.